السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم. الجزء رقم 7 من الفصل الرابع سنتناول بالدراسة والتحليل الطرق المستخدمة في تصنيع أو في تحويل أي مادة على شكل مسحوق النار. في الحقيقة يوجد العديد من الطرق كما سنتناولها بالدراسة والتحليل. الطريقة الأولى وهي Chemical Reduction of Particulate Component. في الحقيقة في هذه الطريقة نستخدم المكون الأساسي اللي هو المراد تحويله إلى بودر، ونقوم بعملية اختزال كيميائي له. فإذا نزعنا منه الأكسجين، وهذه هي عملية الاختزال، فإن المادة تتبقى على شكل مسحوق. الطريقة الثانية وهي الإلكتروليتيك ديبوزيشن أو الترسيب بالتحليل الكهربي. باستخدام الترسيب بالتحليل الكهربي لمحلول يحتوي على مادة ما المراد تحويله إلى مسحوق، فإن نتيجة لعملية التحليل الكهربي تترسب المادة الأساسية في قاع الخلية الكهربية على شكل مسحوق ناعم. الطريقة الثالثة وهي thermal decomposition of particulate hydrides، أي نأتي بالمادة المراد تحويلها إلى مسحوق، وهي على شكل هيدروكسيدات، وبالتسخين هذه الهيدروكسيدات فإنها تتحلل وتتفكك ونحصل على المادة على شكل مسحوق النار. أما الأتوميزيشن والبلوفرايزينج أو البلوفرايزيشن أو الجرايدينج سنتناولها في الأجزاء الآتية على نحو من التفصيل.